في زبونة طلبتك أنت اللي تبيعين لها. لأنها تفهم. أنا كده أغير رأيي. تفضلي. عندي مناسبة بصراحة محتارة. وإيش المناسبة عشان أخلصك من حيرتك؟ تدرين عاد أنا واحدة تحب المناسبات وتقدسها، فما بالك إذا كانت مناسبة عيد زواجي؟ فأبغى أسوي مفاجأة لزوجي حبيبي. وليش تتكلفين وتفاجئينه؟ يمكن هو اللي يفاجئك. ارتاحي، ما في مفاجآت. تدرين ليش؟ لأن زوجي حبيبي ما يعرف يخبي عني شيء. أجل الأولى أني أساعد زوجك حبيبك، يعني عشان يعرف يخبي المرة الجاية. إلا بسألك، عندكم خدمات تزيين غرف في الأوتيلات؟ يعني أبغى ورد، بالون، أبغى أجواء رومانسية. زوجي راح يحجز سويت. شكل زوجك يحبك مرة. تخيلي، يعني تنصحيني أتزوج؟ إيه أنصحك، إلا إذا ما كنتي نزوة، يعني يوم يومين ثلاثة ويربيك، هنا أنصحك تزوجي. لا لا لا، يحبني يموت فيني وطول الوقت لاحقني ومستعد يسوي أي شيء حتى إنه يطلق زوجته. وليش الحين ما طلقها؟ ينتظر إشارة مني. تصدقين اللي أنا أعرفه إن الرجال إذا حب ما ينتظر. يعني تخيلي أنا وزوجي شهر واحد بس وتزوجنا. صادقة، أعرف كثير حريم ما يصدقون تجيهم فرصة الزواج. على العموم إذا بغيتي تزينين السويت أعطينا اسم الفندق. كم يكلفني إذا احتجت طلبات زيادة؟ على حسب. أبيكي أنت اللي تجيني وتزينين الغرفة بنفسك. ولا ريال زيادة، بنكسبك زبونة للمحل. وترى الحين في هبة اسمها حفلات الطلاق. تصدقين أنا ما لقيت شيء عليه القيمة هنا، كنا رخيص. شكلك كنتي واقفة قدام المراية. تعالي هنا. الحين أنتي واقفة قدام أغلى شيء في المحل. تشترين؟ أنت عندك شيء ينباع؟ كرامتك، وأنصحك تشترينها.